أمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الله تعالى على أعظم نعمة يمن بها على العبد، وهي نعمة الإسلام ونعمة الدين، لأنه سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا نشكر لكم جميعا على هذا الصبر وعلى حسن الاستماع وعلى هذا الجلوس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أمثاله، قال كما في صحيح البخاري: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات. قال لك في ملائكة، والملائكة ذيل بيجوا في الطرقات، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى قالوا: هلم إلى حاجتكم، فيجتمعون عليهم حتى إذا انفضوا ناس بتذاكروا، الملائكة قال لك بتحفهم، بعد الناس ذيل يتفرقوا، قال حتى إذا انفضوا تعرج الملائكة إلى الله تعالى فيسألهم وهو أعلم، فيقول: ما وجدتم عبادي؟ فيقولون: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك. فيقول الله تعالى: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا يا رب، لم يروك. فيقول: وماذا لو رأوني؟ فتقول الملائكة: لو رأوك ازدادوا لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا وتكبيرا. فيقول الله تعالى: وماذا يطلبون؟ نازل دارين شنو؟ فتقول الملائكة: يطلبون الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا رب، لم يروها. فيقول: وماذا لو رأوها؟ فتقول الملائكة: ازدادوا لها طلبا وشوقا. فيقول: ومما يستعيذون؟ فتقول الملائكة: من النار. فيقول الله تعالى: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا رب، لم يروها. فيقول: وماذا لو رأوها؟ فتقول الملائكة: ازدادوا منها بعدا واستعاذة. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي، إني أشهدكم أني قد غفرت لهم وأدخلتهم الجنة. فيقوم ملك فيقول: يا ربي، إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما أتى لحاجة. زول بس جمار، بعدين سمع الناس وجلس يذكرون الله تعالى. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي أن الله يغفر لهم أيضا ويدخله، يغفر له أيضا ويدخله الجنة ما دام أنه مؤمن وأنه جاء إلى هذه المجالس. فالإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نشكر الأخ الفاضل، نحسبه الله حسيبه، وعبد الخالق ومن معه من الإخوان الذين هيئوا مثل هذه المجالس. ودي الزول ما يستهين بها، ده باب خير كبير جدا، وقد تشوفه شيء بسيط، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. حتى لما تسبب في الخير انت بتؤجر. زي أخونا السائل جزاه الله خير، أنا بعد يعني أخونا أحمد بيجاوب وأنا شايفه منشرح، عرفت إنه الزول فاهم وفاهم الجواب، لكن كأنه داري يدي الناس معلومة، داري يذكر المتحدث ويدي الناس معلومة يفيدهم.
زي ما جبريل عليه السلام جسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان جبريل عليه السلام يعلم الإجابة. وفي نهاية الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. مع إنه كان بيسأل بس، لكن المتسبب في الخير له أجر على هذا الخير. والآن الزمن مشى، وإن كان يعني في العلم الزمن ما بهم كثير، لأنه أفضل شيء تملأ به وقتك العلم. وفي كتاب العلم لأبي خيثم النسائي قال أحد التابعين: قام فينا أبو هريرة رضي الله عنه وقد اجتمع الناس في قبة من قباب معاوية. قبة يعني زي أوضة ديوان، مش قبة بتاعتنا بتاعت القوم دي. قال: فقام أبو هريرة فينا خطيبا يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء حتى برق الفجر. من العشاء يقولون حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وديون حديث والثاني والثالث والرابع لما الصبح أذن. فيتشنون الموضوع ده، ده خير كبير. في ناس ياخذ بعدوا سهر في كلام فارغ ساي يسهروا. هسي في ناس في البيوت تلقاهم بيسمعوا فيهم خير، لكن واحدين يسهروا في غنى كله كذب ساي. يا رئيس وقف المركب وخلي الشباب يركب، ما عارف داري يغرقهم معاه ولا الحاصل شنو. موضوع طويل جدا، وداك بيغادي يكذب لهم ما مشكلة والمشكلة، ويرموني في نص البحر ما مشكلة، يا زول في زول يرموه في نص البحر ما مشكلة، وما بعرف وين إلى آخره، كله لف ودوران ولخبطة. بيخشوا الناس يسوقون، واحدين كمان نساوين فنانات، قال المرأة في الشهادة بتنسى شهادة عديل شي شافته ولا سمعته. الله قال في القرآن: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما شنو الأخرى، بتنسى براكة دي من غير ما تقصد بتنسى. شكرا. أنا بسمع مرات أكون في البيت أسمع الفنانة كورك وخشت في الغنية، بعد شوية تنسى، ما بتنسى هي. تاني بتتم مالك والفتيحاب وأم بدة والسامراب واللاماب والكلمة بعرف، وتهبش القبائل برضو تديهم بجنب، ما نسيت الغنية. تاني تتم ماجنو بتتم مالك حاجات زي دي. ففي ناس بيسهروا في مواضيع زي دي. انت الله وفقك جيت تسمع دين، تسمع الدين وده خير لك. وانا دار اتكلم لكم في ايات عظيمة جدا، والقرآن ده كله عظيم، لان الله تعالى قال في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن ده عظيم جدا، ولو داير كلامك يكون قوي اي بس يتكلم بالقرآن، مش اليوم كله يعني أي شيء سألوك تجاوب بالقرآن، لا، تجاوب وتذكر الدليل من القرآن، كلامك بيكون قوي. لذلك رب العزة والجلال قال: قل لئن اجتمعت الجن والإنس أو الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث. ده أحسن كلام، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الآيات الدار تكلم حول هي قول الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. طبعا الأرض دي فيها قرى كثيرة جدا وفيها مدن، والقرية دي هي أصلا مدينة، لكن رب العزة والجلال في بداية الآيات وصفها إنها شنو قرية، لكن هي أصلا مدينة. هو ذات رب العزة والجلال قال: وجاء من أقصى شنو المدينة، معناه مدينة. وبعضهم قال اسمها أنطاكيا، وبعضهم في تفسير
ابن جرير الطبري قال ذكر أنها أنطاكيا، وفي تفسير ابن كثير، وإن الرجل ده اسمه حبيب النجار، وبعضهم قال حبيب الإسكاف، إسكاف يعني مصلح النعال يعني. وجاء أقوال، لكن السعدي رحمه الله قال الأقوال دي كلها طالما ما ثبتت بنص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لنا فيها، وإنما المهم أنها قرية أو مدينة، وأن هذا الرجل جاء بكلام وبموقف فيه عبر يستفيدها ويعتبر منها أو بها المؤمن. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم اضرب لهؤلاء الناس لكفار قريش ولغيرهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، وهذا من رحمة الله ومن حكمته وعدله أنه ما ترك قرية ولا مدينة ولا جماعة إلا وبلغهم دينه سبحانه وتعالى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين، مدينة رسلوا لها رسولين، هي مدينة بس مش دولة كاملة، مدينة. إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قال مجاهد أي قوينا بثالث، أي أيد، وهكذا قال السعدي أيضا رحمه الله في تفسيره، أي أيد الله الرسولين برسول ثالث، ثلاثة رسل لمدينة، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، يا ناس لنا الله رسلنا لكم ورسالتنا واضحة، خلوا عبادة غير الله وأعبدوا الله سبحانه وتعالى واتبعوا الرسل واتبعوا الحق وأبعدوا من الباطل، كلام جميل، بعدين بتدخلوا الجنة وبتنجوا من النار. فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، انتوا ناس زينا، كيف الله رسلكم؟ ما جاء جبريل عليه السلام وجاء الوحي وجانا بالحق عشان كذا جيناكم. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يرسل إلى الناس ملائكة، لكن لو أرسل إليهم ملائكة لقالوا لا نستطيع الاقتداء بهم، ملائكة عندهم أجنحة ونحن ما عندنا أجنحة، نقتدي بهم كيف؟ الملائكة ما بيأكلوا ونحن بناكل، نقتدي بهم كيف؟ وبعد الملائكة ديل في محلات ما بيدخلوها، محل فيها كليب فيها صورة ما بخشوها، والمحلات طيب أها، أشكي رب العزة والجلال أرسل إلى الناس أنبياء ورسلا من الناس، عشان لما تقول ما بقدر أقتدي يقول لك ده ها زول زيك لكن أفضل منك. شكي رب العزة والجلال قال قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن شنو يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. بعدين قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن، شوف القرآن ده أي لفظ فيه انتبه ليه، ما في كلمة فيه زايدة ولا في كلمة بتمر زايدة، أي كلمة في القرآن انتبه ليه. قالوا الكلام ده قالوا الكفار، وما أنزل الرحمن معناه هم بيعرفوا شنو، بيعرفوا الرحمن لكن بيشركوا به، أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى، قالوا لو مشينا له عديل ما بيقبلنا لأنه عندنا ذنوب، لازم نجيب له شنو الأصنام دي، والأصنام في صورة بشر، انت لقيت لك صنم في صورة أنعام
الصنم بيعملوها يا جماعة في صورة بقر وخرفان وغنم ونوق، ولا بيعملوها الصنم في صورة بشر؟ كذا شوف الأصنام في صورة بشر. اللات ده رجل كان يلت السويق للحجاج، ناس بيجوا للحج بيجيب العسل والسمن والزبيب بخلطهم سوا، مش بالدين لي 25 نفر، للحجاج يأكلون. لما مات قالوا ده زوج صالح بيأكل الناس، ده زوج صالح اللات. وفي قراءة بتشديد التاء ده يفى التفسير، قاموا عملوا صنم قالوا ده اللات. وبعدين العزة دي شجرة في بيت، والشجرة دي وراء جنية، بيجوا بيتكلموا مع الشجرة والجنية بتتكلم بترد لهم، قالوا الشجرة دي نعبدها. وهكذا انت قال نزل عبد وساي وزول بيعقل عنده عقل، سوى له صنم سواه، معقولة يقول ده بيخلق؟ هو الصنع ذاته، لكن الصنم ده وراه حاجة، وراه اعتقاد. شكذي قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا للكفار قريش، إن هذا لشيء عجاب، ده كلام عجيب نحن هم نقبله. هنا ديل قالوا وما أنزل الرحمن من شيء، معناه بعرفوا الله سبحانه وتعالى لكن بيعبدوا معاه غيره، ودي الله ما دايره. قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم ما قال وآلهتكم، إلهكم مفرد، إله برضو مفرد، واحد مفرد، لا إله إلا هو مفرد، الرحمن اسم لله لا يسمى به غيره، الرحيم هو الله سبحانه وتعالى، كل آيات توحيد. بعدين قالوا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، أنتم يا رسل بتكذبوا علينا زي. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، قبل قالوا مرسلون لكن هنا قالوا لمرسلون باللام توكيد، ده كلام فيه توكيد، كلام مؤكد، إنا إليكم لمرسلون. قالوا ربنا يعلم، انت شوف لما تجعل الشهيد بينك وبين الخلق الله تعالى كلامك بيكون قوي. قالوا ربنا، إذا جعلت الشهيدة بينك وبين الخلق، الخالق سبحانه وتعالى، كان كلامك هو أقوى الكلام. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، أها، وما علينا إلا البلاغ المبين، يعني والله بس الواجب علينا نبلغكم، تعالى هداية بيد الله، هداية التوفيق، لكن البلاغ شنو؟ المبين. شكي الداعي إلى الله تعالى ما يدي الناس كلام عام زي، يديهم كلام مبين يفهموه، كلام واضح، ما تشتغل بوماستك زي، خش جوا للحيط عادين والله، ما تقول للناس عليكم بالتوحيد والتوحيد تمام، وابتعدوا من الشرك والشرك كعب. ما بقول لك كويس موحدين الحمد لله الله واحد، يقول لك الله واحد وفي الشدائد ينادوا شيوخ، انتوا ما قلتوا الله واحد تاني شيوخ بتنادون ليه؟ يقول لك الشرك كعب والواحد تريح منه بهيمة، يقول لك انا مش لفلان حوط علينا، وده بعرف الرايحة وين. والله يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. شكيت تبلغ البلاغ المبين واضح، الناس ذات تفهم دعوتك، ما يكونوا يقولوا الزول لا قال شنو وفهموا شنو، زي بعض الخطباء واحد يطلع على المنبر يديك كلام ذاته انت تستغرب فيه، والناس يمرق متكيفين يقول لك والله الزول لا خطير قال شنو، الله يقول لك ما فهمنا لكن كلامه خطير غايته، يعني مش كلام السيمبيكالية في الاتكالية، ثم إنه في المرحلة الجاية ستكون إمبيكالية
في هذه السنبكالية. إشنو سنبكالية دي؟ لعبة سلة ولا دي شنو ذاته؟ والله يقول لك ما عارفينه، ولكن قال لغايته كلامه. وداك بيجاي بسكن حقيقة. ثم إنه ينبغي في الخطة الخماسية نذهب في هذا المحور الذي أنيطت حوله مسائل. المحور الأول، ثم في المرحلة القادمة نقدم للناس حقائق وأطر منبثقة. الناس تقول لهم في شنو؟ يقول لك والله ما عارفين ايش. لك الزول ده غايته كلامه سمح، كلامه سمح وين؟ وانت ما فاهم شيء. يقول لك والله احنا كلامه شيخنا ده ما بيتفهم. هو كلام الله بيتفهم، كتاب فصلت شنو آياته. هو زول الكلام ما بيتفهم ده معناه ما بيعرف يوصل المعلومة، ولا كيف يا جماعة؟ هو زول ما بيعرف يتكلم فوق، تدار تستعرض للناس ولا تغش الناس ولا الحاصل شنو. الدين الكلام عديل. قلوني يا ناس، ما تنده غير الله، والله ما تنهم غير الله بالدارجة كذا، ما تنادوا غير الله. ليه ما نادي غير الله؟ لأنه الله ما بيرضى. الله ما بيرضى. الله بيرضى تنادي وبراو. قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. تعالى في القرآن بعدين بيذكر لك الأنبياء والرسل. قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. مش القدرة المقصود هنا، الضيق، يعني أن لن نضيق عليه. فنادى في الظلمات، نادى منه؟ نادى الله تعالى. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. براو؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين. انت عندك قربة آية، أسأل الله سبحانه وتعالى بنجيك بنجيك. بعدين قالوا وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم. ذيل القوم قالوا للأنبياء إنا تطيرنا بكم. تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم. واسف قولها للدعاة إلى الله تعالى. ولك والله كنا مرتاحين مما جون الجماعة ديل، المشاكل جات. الجماعة منو اللي بيقولوا نادوا الله براو؟ فرقت الأمة وعملت المشاكل وكفرت الناس. ما كفرناهم يا أخي. هالناس نحن خايفين عليهم، والله خايفين على أهلنا وخايفين على الناس. عشان كيف نركب المواصلات ونركب العربات ونجي نصل الناس في محلة؟ لأنه في ناس فيهم خير ما عارفين الحق، خايفين عليهم، ما كفرناهم. لكن جينا نوريهم الحق. في ناس السراقدين، في تلقى الواحد عيان وراقد في عن قريبه، يسمع بمزاج في الليل كذي الهواء الهبوب ضاربه وقاعد بعراقي ويسمع بمزاج، يسمع لك كلمة تبقى له سبب هداية. تقال الناس جاية تكفر الناس، الناس عندها مسلمين، عندنا مسلمين. جينا نذكرهم البيكفر ده الزول اللي بيقولوا له ده الحق، ويقول لا لا بس أنا بس بناديه بناديه زول ده كان حق ولا ما حق. واحد ناغشته قلت له ما تنادي المكاشفة، لا نبست ولا شتمت ولا ايش، ما تناديه. الزول ده مات، والله قال لك في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت. مش واضحة؟ قال لي والله مكاشفة ده لو داخل جهنم خاش النار بخش معه. قال قلت له مبروك عليك، يلا السلام عليكم. يا زول معقولة؟ والله قلت باركت له، قلت له مبروك عليك. مش أثبت لي إنه بيدخل النار ولا ذاك بيدخل النار، لا دي علم ما عند الله ما حقتنا. لكن زول قال لك أنا زولي ده لو خاش النار بخش وراه. أستفاهم شيء؟ دي مصيبة وتعصب أعمى، والله الذي لا إله غيره. قالوا إنا تطيرنا بكم يا رسل، نحن تشاءمنا بكم، أنتم سبب المشاكل وأنتم سبب الشر. تخيل الرسل بيقولوا لهم كذي، أنت دار تبلغ الدعوة ويشكروك الناس، ولا تمشي في السوق شفتها يعاينوا لك كذي، واحدين مما يشوفوك يضحكوا من غير أي سبب. لك أبدك إن جاء الله يستر بعد شوية فجرنا يا أخي. ديل الناس داعش اللي بيفجروا ديل، ما نحن. الله يقول لك أبدك إن ديل تعارف مشددين. أنا مستغرب في الناس والله بيقولوا كلام
متناقض تناقض عجيب جدا. مرة يقول لك مشددين، بعد يومين ثلاثة تتزوج المرة الثانية يقول لك والله أنتوا بس جنكم زواج. طيب زول مشدد جنه زواج، بعد يومين ثلاثة يقول لك ناس الطيبات جو يضربوا في اللحوم ويأكلوا في الباستا ويشربوا في اللبن. طيب زول بيشرب لبن وبيأكل باستا وبيأكل لحوم، ده مشدد ولا زول القرض يا ناس؟ كذب أغنعوني المشدد ياتو. والله داك شغال لك ساري الليل للقرض قرش، أسي مشدد أنا ولا اللي بقرقش في القرض ده؟ ساري الليل للقرض قرش، ما هو الحبوب ما هو الأخبش، عنده حصانة ما بيتفتش، كهربته العالية بتحرك تش. هسي مشدد أنا ولا بتش ده؟ كذي تغنيني بالراحة، كلها مصائب وبلاوي ولك انتو سووا المشاكل. يا أخي احنا جينا عشان نزح المشاكل. قول لك فرقتوا الناس، والله ما فرقناهم، فرقنا بين أهل الحق والباطل، لكن أهل الحق ما فرقناهم، لأن الله تعالى قال في القرآن ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. بس ما قالون أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، واحدين قالوا والله كلامه صح آمن نبيه، واحدين قالوا لا 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 كفر نبيه يتفرق. لكن ذي الناس الواحد بيقول أشهد يتوضأ، بعد يتم الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يبدأ الوضوء بسم الله يتوضأ، بعد ينتهي أشهد أن لا إله إلا الله في ذاته في الوضاية بتاعت المسجد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. مش نطق الكلام السمح ذا، خش الجامع جوا، قعد في الصف الأول صلى ركعتين وقعد في الصف الأول، تجي انت تقول لهم يا ناس يا شهدت أن لا إله إلا الله، انتوا عارفين معناه شنو لا إله إلا الله؟ معناه لا معبود بحق إلا الله تعالى. في معبودات كثيرة عبدوها، لكن المعبود بحق منه الله براه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. تقول لهم الله بس المعبود بحق، لو عبدت الملائكة عبادتكم اليوم باطلة، لو عبدت الأنبياء عبادتكم اليوم باطلة، لو عبدت الشيوخ عبادتكم باطلة. يقوم بالعكاز يديك في أضانك ولك أها مالكم مال الشيوخ يا أخ ما نبذناهم، لك نادي الله ما تنادي الشيخ ده نبذ كان ذا، أعرف الكلام ده نبذ كيف؟ زول تقول له نادي الله ما تنادي جبريل عليه السلام، ولك كويس كويس ما في زول سوداني بنادي جبريل عليه السلام، تقول له نادي الله ما تنادي إبراهيم عليه السلام، ولك كويس كويس الأنبياء دين ما بنناديهم، تقول له نادي الله ما تنادي الصحابة، ما تقول يا عمر بن الخطاب الحقر رضي الله عنه، يقول لك كويس زول نادى عمر بن الخطاب يا مولانا بناديهم، تقول له نادي الله ما تنادي المكاشفي ما تنادي الكباشي ما تنادي صايم ديما ما تنادي الركيني ما تنادي ذيل، يشيل مركوب ويفلقك يقول لك ما تشتمه. انت ليك بين رضيت في الأنبياء ورضيت في الملائكة، يقول لك ما ديلك انت ما نبستون، وطيب ذا نبذناهم قلنا شنو نادي الله ما تناديهم ده نبذ ده فيها تلوغة نبذ. لذلك قالوا للأنبياء إنا تطيرنا بكم تشاءمنا بكم لئن لم تنتهوا، كان ما خليتوا الكلام ده، لنرجمنكم أي بالحجارة لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم